هيفاء وهبي تسرق هاتف أحد معجبيها بشكل مضحك للغاية. شاهدوا ماذا فعلت أمام الآلاف وأحدث صدمة كبيرة. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو مضحك للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أجواء حفلها الأخير الذي أحيته في مدينة بورسعيد المصرية. وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو وهي تفاجئ أحد معجبيها الحاضرين بسحبها لهاتفه الجوال من يده، بينما كان يحاول التقاط صورة لها وهي على المسرح تغني. وأمسكت هيفاء بهاتف الشاب الذي كان يلتقط الصور لها لتؤدي دوره وتسحب بشكل مفاجئ هاتفه وتلتقط هي صورة له. هذا وكان أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بظهورها عقب إحيائها الحفل وهي تقف أمام عربة لبيع الترمس. وكانت هيفاء قد حرصت على توثيق رحلتها إلى مدينة بورسعيد عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على إنستغرام، فنشرت مجموعة من مقاطع الفيديو من شباك السيارة للبحر والميادين هناك. وبعد الحفل التقطت الكاميرات صورة لهيفاء وهي تقف أمام عربة الترمس بفستان السهرة الذي أحيت به الحفل. وفي السياق وجهت هيفاء رسالة إلى جمهورها في بورسعيد، حيث كتبت على فيسبوك: امبارح تعرفت على أحلى وأجمل ناس في بورسعيد، من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بور فؤاد مصر، ولبست أخضر عشان النادي المصري، وركبت المعدية ونزلت الشارع اتعرف عليها واتصور في شوارعها، وشفت حب الناس الحلوة وأكلت من أيادي ست الكل. شكرا بورسعيد. ومن ناحية أخرى كانت أصدرت محكمة مصرية حكماً جديداً ضد محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في القضية التي رفعتها ضده بتهمة خيانة الأمانة. وأيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حبس محمد وزيري 3 سنوات واجبة النفاذ. وقال محامي الفنانة هيفاء وهبي المستشار ياسر قنطوش أنه بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته وصلت إلى السجن 8 سنوات.